أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، أكلمكم اليوم وأقول لكم ما في جهدي. أبنائي، هناك مقولة شهيرة تقول: نسمع فننسى، نرى فنتذكر، نسمع فننسى، نرى فنتذكر، نمارس فنتعلم. أبنائي، إذا أخذت القلم وبدأت الكتابة تعلم، لكن إذا رأيت إذا شخص وهو يكتب لن تتعلم أبدا. من أجل التعلم لا بد من الممارسة. فمثلا أنا أقول لك، مثلا من يريد تعلم السباحة؟ من يريد تعلم السباحة؟ هل يمكن أن يتعلم السباحة فقط بالسماع إلى كلام المدرب يقول له افعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا وكذا وكذا؟ هل يمكن أن يتعلم ذلك؟ هل يمكن أن تكون مثل البحر سميعه من المدرب؟ لا يمكن استحالة، فإنه سيغرق لا محالة. فمن أجل التعلم لا بد من الممارسة، وكذلك من أجل التعلم لا بد من الممارسة. كذلك ابني ابنتي، إذا أردت أو الدراسة عفوا لا بد لك من الممارسة. لا تكتفي بسماع الأستاذ وبرؤية الأستاذ وهو يتحدث وهو يشرح، لكن عليك أنت كذلك أن تقوم بما يقوم به الأستاذ. كيف ذلك؟ الأستاذ يشرح الدرس، يقوم بتحليل النصوص، يقوم بحل التمارين، يقوم بعدة أمور، لكن هذا كله لا يمثل إلا نقطة في البحر إن لم تريد أنت أن تتعلم. فهذا يمثل 60% فقط من تعلمك، أما 60% الباقية فهي منك أنت. لا بد من أن تعمل، أن تعمل في البيت. فمن أراد النجاح عليه بالعمل، وكرر من أراد النجاح عليه بالعمل. أكيد في القسم أو في الدروس الخصوصية أنت فقط تقوم بالتسجيل، لكن إذا لم تذهب إلى البيت وتعيد كل ما تعلمت فكأنك لم تفعل شيئا. أعيد وأكرر، حاول دوما ابني أن تعمل في البيت، لأن النجاح الحقيقي هو العمل في البيت. وأكرر، إن لم تأخذ السيالة وتكتب لن تتعلم أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. ما معنى ذلك؟ بالقلم أنت تتعلم. في سورة أخرى يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم. ما معنى ذلك؟ إذا أردت التعلم عليك أن تمسك قلما وتتعلم وتبدأ في التعلم. فأنا أقول لك ابني، أنا أقول لك وأكررها، إذا أردت أن تتعلم يجب أن تعيد كل ما تدرسه في القسم في البيت. عليك بإعادة الدروس وإعادة التمارين والحل تمارين من جديد. أستاذ يوجهك فقط، لكن العمل كله عليك. أنا لم أسمع بإنسان قط نجح في البكالوريا ولم يدرس شيئا في البيت واعتمد على القسم فقط. إن لم تعيد ما نقوم به في القسم أو في الدروس الخصوصية فإنك تضيع الوقت، وبمرور الوقت ستكتشف ذلك. ولهذا أنا أنصحك ابني، ابدأ من اليوم، عاهد نفسك على أن تبدأ العمل في البيت وتقوم بحل التمارين. لا تنسى أن تعد نفسك بأن تبدأ العمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.